الأخت الكبيرة. الأخت الكبيرة تمثيلية من تأليف محمد مصطفى إبراهيم وإخراج أحمد حجازي. حاضر طيب. الله يا ساتر، الدنيا ضلمه كده ليه؟ يا اخي استنى شويه اما اشوف المفتاح فين. شوف في جيبك ولا في الباب يا حمدي؟ باب ايه انت كمان؟ بدور على مفتاح النور. الظاهر ان حقلب الدنيا كلها قبل ما افتح الباب. ايوه اهو اهو المفتاح. اهلا 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 سامي، اتفضل اتفضل يا راجل. ايه يا راجل، ايه يا راجل النوم ده كله؟ احنا مش متفقين انك هتفوت عليا المغرب؟ والله يا سامي من ساعه ما فوتني الظهر وانا حل عليا تعب السفر ونقل العفش وتوضيبه، وفي الحقيقه انا ما ارتحتش من يوم ما جاني امر النقل من الفيوم لغايه ما وصلت مصر النهارده. انا تعرف يا حمدي، تعرف اني مبسوط جدا لنقلك القاهره. يا سيدي متشكر، على الاقل هنجدد ايام زمان الحلوه. فاكر يا حمدي؟ فاكر ودي ايام تتنسي يا سامي يا اخويا. لكن ما قلتليش ايه رايك في الشقه. انا عاوز اهنيك فعلا يا سامي على اختيارك البديع للشقه دي والموقع الممتاز بتاعها. الامال، على كل حال انا سعيد جدا لان الشقه عجبتك. عارف انا كنت خايف ان الخمس اوض دول يطلعوا كتير عليك. ما انا قايل لك يا اخي ان عايز شقه تنفع عياده وسكن، وبرضه بقيت متردد ليكونوا الخمس اوض كتير عليك. في الواقع دي فيلا مش شقه ابدا. والله يا حمدي اللي من نصيبك لازم يصيبك. انا لقيت الموضوع فيه مغريات كتير. يعني ايه؟ يعني الدكتور اللي كان ساكن فيها هو واسرته ساعه ما عرف ان من ضمن اللي بيجروا على الشقه دكتور زيه اتحمس بصراحه الموضوع، وكان له فضل كبير جدا في انهائه. ثم الإيجار النموذجي يا حبيبي في منطقة زي دي. سامي، لا شك إن كل ده سليم جدا، إنما أنت سايب الحاجة الرئيسية في الموضوع. إيه هي دي بقى؟ تعالى تعالى معايا يا أخويا. تعالى. تعالى. إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك في الجنينة الصغيرة اللي تحت دي؟ ما تتصورش يا سامي الأثر اللي يا سلام عليك يا حمدي. أنت ليه يا أخي بتنتزع مني سلاحي في عز نشوة الانتصار؟ الله الله. اسمع، انت تسيب لي انا مسألة التغني بجمال الطبيعة والاثر النفسي اللي ممكن تتركه في انسان زيك بيحب الطبيعة ومغرم بزراعة الزهور. طب يا اخي، هو انا فتحت بقي ولا اتكلمت؟ انت يا اخويا بسم الله ما شاء الله من ساعة ما دخلت لغاية دلوقتي ما بطلتش راجل. اعذرني يا حمدي، احنا كام سنة النهاردة واحنا محرومين من رؤية بعض ومن الحديث مع بعض ومن... طب اسمع يا سامي، انا عندي فكرة ارجو انها ما تضايقكش. يا اخويا قول قول قول، وحشتني افكارك الحلوه بتاعت زمان. نلغي حكايه النزول دي من اساسها. الله، ادي انت شايف الجو ليلادي، جو خريفي ممتع ويغرب الذكريات. يعني متهيألي ان القعده في الفرندا هنا في الليل العجيب ده وقدامك كده الطريق الطويل ده اللي كانه واصل لنهايه العالم. وبعدين بقى، انا مش قلتلك سيبك من فضلك من الوصف الشاعري ده وسيبهول انا؟ احنا كل دي. الله يكسفك يا اخي. حاضر حاضر اهو اهو، مش هفتح بقي خالص. ايوه اقعد بقى واستريح. طيب في حاجه تاني. تاني؟ لا 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 ما تخافش. دي حاجه بعيده جدا عن الوصف والشاعريه اللي اتفقنا انهم يكونوا من اختصاص حضرتك وبس. كده كويس. ايه يا سيدي بقى اتفضل. انا جايب لك معايا من الفيوم قفص عنب انما يستاهل بقك. ايوه. ايه رايك بقى في طبق محترم منه كده يتحط قدامك
مش برضو دي وصفة كويسة تساعدك على استلهام الطبيعة مدام هتتولى بقى انت مشقة الوصف والتحليل؟ ده الكلام المحترم بصحيح. او هنا بقى يستحب الوصف والاسترسال كمان في الوصف. يا سلام عينيا الاثنين. حمدي حمدي اسمع اسمع. هات القفص بحاله، مش ضروري تتعب نفسك وتستعمل اطباق. هات هات. والله زمان يا سامي. فين؟ كم سنة دلوقتي من يوم ما اتخرجنا واحنا ما بقيناش نشوف بعض الا بالمراسلة. ايوه. انما انت عاوز الجد يا حمدي. انا كنت بشعر من خلال جواباتك ان عايش معاك دقيقة بدقيقة، لدرجة ان المرضى بتوعك اللي في المستشفى واللي ياما كتبتلي عنهم لسه اسماء منهم عايشة في ذاكرتي للآن، وكان بيخيل لي انك بتعيا وتخف مع كل واحد منهم. يا راجل بلاش مبالغة، خد ولع سيجار. هات هات يا سيدي. شكرا. كنت بضطر احيانا انك تبلك الجواب من 5 أو 6 صفحات، لان في الواقع كنت بشعر بفراغ كبير هناك. ثم ان جواباتك خصوصا الاخيرة كانت مقتضبة جدا وقليلة. في الحقيقة حمدي انا كنت مشغول. انا عارف انك دلوقتي راجل مدرس ثانوي قد الدنيا واديب يا سيدي، ما بيمر الشهر بدون ما تنشر له الجرايد والمجلات قصة من قصصه. ثم وهو الاهم انك قاعد هنا جنب خطيبتك، ومش ناقص الا انك تكمل نص دينك. نص ديني اهو. هو النص ده بقى يا ابو حميد هو اللي مطلع عيني وجايب لي المشاكل. مشاكل ايه يا راجل؟ ده انت عروستك بسم الله ما شاء الله مكتوبه باسمك وانت لسه في اللف. نبيله لسامي وسامي النبيله. ايوه. والبركه يا عم في والدك وعمك اللي حلوا لكم الاشكال ده من قبل ما تفتحوا عينيكوا على الدنيا. حلوا؟ قول عقدوا. عقدوا ازاي؟ هقول لك يا سيدي الحكايه في كلمتين. انت طبعا عارف ان عمي من النوع اللي مش مؤمن بالاختلاط. ولذلك تلاحظ ان نبيله اخدت التوجيهية من هنا وعلى طول قعدها في البيت. اما بوسينة اختها الصغيرة فكان حظها احسن شوية، لانها تمكنت بعد كده انها تأثر عليه هي ووالدتها وبعض قرايبهم، وفعلا دخلت الحقوق. ها كويس. في حاجة بقى ارجو انك ما تستغربش ابدا لما اقولها لك. ها تصور لغاية دلوقتي يا حمدي ما اتحش لي ابدا ان اقعد مع نبيلة خطيبتي بنت عمي في شيء من الحرية واتبادل معاها حديث شخصي. ازاي؟ لاننا بحكم الخطوبة يا سيدي ما بنجتمعش ابدا الا في حراسة الوالدين، والعكس تمام مع بنت عمي الصغيرة ابو سامي. ازاي بقى الكلام ده؟ اهو كل ده حصل بشكل طبيعي. ابو سينا دخلت الحقوق وكان لابد تتقوى في الفرنساوي، وعمي يعرف اني درست اداب قسم فرنساوي ترجاني اني اباشر ابو سينا على قد ما اقدر. ده كلام سليم. خلال الفترات دي شعرت ان بوسينة قريبة مني جدا بتفكيرها، وعرفت كمان مع الوقت انها بتهوى الادب والاطلاع زي حالاتي. يا عيني يا عيني يا عيني. اقول لك بصراحة يا حمدي شعرت نحوها بشيء كبير جدا من التقدير والاحترام. لحد هنا مش بطال، بس اوعى تشط بقى زيادة عن كده. لا حشط، لاننا في الواقع حاولنا كتير، انما في الاخر ما قدرناش نغلط ونستمر في المغلطة. والله وابتدينا اللطش. انت يا راجل مش فاهم ان الكبيرة مخطوبة لك؟ والله انا مش مسؤول يا حمدي عن اخطاء غيري وتصرفاته. انا لا تقدمت لخطبة حد ولا اديت وعد لحد، ولهم العدل ابدا ان اتجوز انسانة لا هي بتحبني ولا انا بحبها، لمجرد ان ابويا وابوها خطبونا البعض واحنا في اللفة زي ما بتقول. انت عاوزني يا حمدي اسيب حياتي تتحطم قدام عيني وانا واقف اتفرج عليها زي المشلول بدون ما دافع عن حقي الطبيعي؟ يا اخي بس 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 ما تزعلش نفسك. اسمع سامي، في الواقع ان وجهة نظرك دي مش بطالة ابدا، وكلامك منطقي وموزون، انما ايه رأي بوسينة في الموضوع ده؟ والله رأيها من رأيي، انما الواقع ان الوضع مكهرب شوية بالنسبة لينا. ليه؟ يبدو ان نبيلة بفطرتها السليمة شعرت ان في الامر شيء، لانها بدات مثلا تغير معاملتها لبوسينة بدون سبب واضح، وانا مش عاوز يحصل متاعب ابدا. انا كل اللي ارجوه يا حمدي اني اتجوز بوسينة واننا نبني مع بعض العش. انت عاوز الجد يا سامي؟ ايه الموضوع بالشكل ده اصبح ما يحتملش اي تسويف. مش عارف اعمل ايه يا حمدي. Thank you.
عارفين يا نبيل. تعال هنا يا ابو سيد، انا عاوزاكي في كلمتين. حاجة ضروري يعني؟ ايوه. الجواب ده معناه ايه؟ تقدري تفسري لي؟ انت بأي حق بتفتشي في اوراقي الخصوصية؟ هاتي بقولك. اجيبه؟ الجواب ده والجواب التاني كمان لازم يقراهم بابا عشان يعرف اللعبة الدنيئة اللي بتلعبيها من ورانا كلنا. اخص عليكي، في اخت في الدنيا تعمل كده في اختها؟ انت ازاي تمدي ايدك في درج مكتبي وتسرقي اوراقي الخصوصية؟ انت بتتكلمي عن السرقة؟ انت اللي بتتكلمي عن السرقة وانت بتسرقي خطيب اختك يا قليلة الحياة؟ سامي عمره ما كان خطيبك الا بالاكراه، هو جواز بالعافية. تفهمي ايه انت عن سامي؟ سامي الراجل الاديب الفنان. قلتيلي بقى ده السبب اللي مخليك مضيعة وقتك ليل ونهار في الكلام الفارغ اللي عمالة تقريه وتكتبيه وقلبة دماغه بيه على انه فن وادب. طبعا، وانت ايه اللي تفهمي عن الفن والادب؟ انت بتتكلمي كمان عن الادب يا قليلة الادب؟ بتضربيني بالقلم يا مجرمة. في ايه يا نبيلة؟ بوسينة يا ماما، بوسينة بتشتمني وتقول لي يا مجرم. الكلام ده صحيح يا بوسينة؟ هي يا ماما اللي ضربتني بالقلم وقللتي قللت الأدب. حق بطلوه ده واسمعوه ده. ازاي يا ولادي الحكاية دي تحصل؟ ما تفهميني يا نبيلة. الحكاية ما تتحكيش يا ماما، ما تتحكيش. انا امك يا نبيلة، فهميني يا بنتي في ايه. تصور يا ماما، بوسينة تتصل بسامي من ورايا وتلفوا ويتبادلوا مع بعض الجوابات ويتفقوا على الجواز واحنا في نومة. سمعتي طول عمرك بحاجة زي ايدي يا ماما؟ اتفضلي ادي الجوابات اهي، اقريها اقريها عشان تصدقي. الكلام اللي بتقوله نبيلة ده مظبوط يا بوسينة؟ انطاي خلاص ليه؟ انا يا ماما كنت لسه جاي اقولك واخد رأيي. رأيي ايه يا معصوفة الرقبة؟ مش معقول ابدا، مش معقول يا ماما، دي تبقى مصيبة فضيحة. الناس يقولوا ايه وهم عارفين اننا مخطوبين طول العمر؟ انا هموت نفسي، انا لازم اموت نفسي يا احسن. يا ماما ماما لازم تشوفي حل. رجائي انك تطمئن يا حاج، العلاج اللي ماشي به الدكتور حمدي سليم جدا. كل ما في الامر ان حالة الانهيار العصبي تستدعي دايما الشيء الكتير من العناية، وبتاخد شيء من الوقت على ما المريض يرجع لحالته الطبيعية ويسترد صحته. ده كل ما في الامر. صحيح والنبي يا دكتور. يعني يا عمي اطمئن، اطمئن جدا. طيب يا حمدي تسمحوا لي بقى، خليك انت يا حاج، ما تتعبش نفسك. انا شاكر يا فندم، شاكر جدا. لا شكر على واجب يا دكتور حمدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة يا دكتور. إلهي يا رب يا كريم، يا رب يعجل لك بالشفاء يا بنتي. ربنا كريم يجيب الخير. خير يا ابني، أنا شايف الدكتور بيكلمك على جنب. كل خير يا عمي. الدكتور شاكر، أنا قلت لحضرتك أنه كان أستاذي في الكلية وإني لازلت بشتغل في المستشفى بتاعه من أول ما جيت مصر، والأمر ما فيه انه قال نفس الكلام اللي انا قلته لحضرتك من اكتر من اسبوع. كلام ايه يا دكتور حمدي يا ابني؟ يعني نبيلة لازم تكون تحت رعاية طبية مباشرة، يعني لازم تروح المستشفى، وده طبعا لمصلحتها اولا واخيرا. والله يا ابني انا قلبي مش مهوتني برضو، كتير عليا يا سيد بنتي، بنتي ضنايا تتعالج برا في المستشفى بعيد عن عينيا. هو حد يهون عليه ضناه يا جليلة؟ انما لما نلاقي البنت هتروح في شربة مية ومش عارفين نروح ولا نيجي معاها، نقوم نسيبها ولا نتكل على الله ونوديها؟ يمكن ينفخ في صورتها، وهو البركة في الدكتور حمدي. انت عارف يا عمي ان النبيلة دي زي اختي تمام، وهناك هتكون برضو تحت رعاية ربنا ورعايتي. ها ايه رأيكم يا ابني؟ الامر لله ولكم. انا بايدي ايه؟ بإيدي إيه يا ابني أعمله غير أني أطلب من الله إنه يشفيها ويقدرني على رد جمايلك يا عم.
سنبيلة. صباح النور يا دكتور حمدي. ها، ان شاء الله تكون المستشفى عجباكي وما تكونيش زهقت منها ولا مننا. وده معقول يا دكتور حمدي، الجو هنا في منتهى الهدوء، خصوصا منظر النيل البديع والاشجار والجناين اللي حواليه. والمعاملة؟ الحقيقة الجميع هنا بيعاملوني معاملة طيبة قوي، لدرجة اني مش قادر احكم اذا كان ده بطبيعة عملهم ولا دي معاملة خاصة. لا ابدا. انت الايام دي في الواقع مش بتعاملي معاملة خاصة ابدا، احنا خلصنا خلاص من المرحلة دي والحمد لله، بدليل ان الادوية اللي بتاخديها لازم لاحظت ان 90% منها مقويات وفيتامينات، وده لوحده كفاية عشان يؤكد لك انك دخلت مرحلة النقاهة والحمد لله. على كل حال يا دكتور حمدي، انا مش عارف اشكرك ازاي على المجهود. احنا مش قلنا قبل كده بلاش حكاية الشكر دي بقى ولا ايه؟ انت مش عارفة ان الدكتور لما بيشوف المريض بتاعه صحته بتتقدم ومعنويته كده بترتفع، بيبقى ده اكبر جزاء له ولا مش كده؟ ايوه يا دكتور، بس ده ما بيعفيش من واجب الشكر، بل بالعكس ده بيضعف. على كل حال ده مش موضوعنا، انا جالي النهاردة شكوى منك. مني انا؟ ايه اللي حصل؟ الممرضة بتاعت الليل لاحظت انك بقالك ليلتين بتسهر بعد ميعاد نومك بكتير، تشتغلي في التركو. الكلام ده اظنه صحيح؟ ايوه اسلم. شوفي بقى يا نسا نبيلة، لا اصل ولا فصل، انا عرفت انك اديت النهاردة الصبح العم عثمان بواب المستشفى بلوفر صوف عشان بنته مبروك، وطبعا اي انسان لا شك يسعده جدا انك تفكري في الطفلة الصغيرة بشكل عملي، انما الشيء اللي ما يسعدش اي انسان خصوصا اذا كان هذا الانسان هو الدكتور اللي بيعالجك ان ده يكون على حساب صحتك. يعني كان بلاش تسهري له ليلتين ورا بعض، خلصي في اسبوع في اسبوعين، احنا لسه في اول الشتاء. خلاص يا فندم، من ناحيه الشكوى دي اطمن. انا بقى كمان في عندي شكوى من ممرضه بتاعت الصبح. ها، حصل منها اي شيء؟ ايوه، عرفت منها النهارده بس ان زهور القرنفل اللي بديني كل يوم لحد هنا انت اللي بتبعت، ومدام حضرتك ما بتحبش حد يشكرك على اي حاجة بتعملها فارجوك تبقى تعقبها. ده اسلوب جديد في الشكر ولا ايه؟ على كل حال انا يهمني جدا ان القرنفل يكون عجبك. ده رائع. تحب اقولك سر خطير؟ انا زارع بايدي في جنينة المستشفى تحت حوض مخصوص مسميه حوض القرنفل، صدقيني هيعجبك جدا لو شفتيه. شد حيلك كده يلا بقى وناخدك وفرجك عليه، بس اوعي تتريقي عليا. هو ده برضه معقول؟ طب اسمحيلي بقى دلوقتي عشان الحق امر على المرضى بتوعي، احسن اتاخرت عليهم كتير. مع السلامه يا دكتور حمدي. سهلا سامي، انت راجل مواعيدك جوست يا راجل. ازيك يا حمدي وازي صحتك؟ انا صحتي عالية يا اخوي، انت اللي صحتك مش طمران فيها فيتامينات ولا مقويات ولا حاجة ابدا. والله يا حمدي مش عارف اقولك ايه، ولا انا عارف دماغي من رجلي. ايه خير؟ عملت بنصحتك ورحت لعمي، واظن انا قلتلك على اللي حصل. رفض يا سيدي باصرار انه يقابلني، حاولت المستحيل تاني مع مرات عمي ووضحت لها الموقف، انما هي مسكينة هتعمل ايه، الامر امره والشورى شورته. ها، وزي نبيلة دلوقتي يا حمدي؟ نبيلة يا اخويا صحتها بتتقدم بصورة مدهشة يا اخي، البنت دي في منتهى الروعة. ازاي؟ ازاي؟ مفيش في المستشفى حد ما استحوذتش على اعجابه واحترامه من دكاترة وممرضات. تصور من يوم ما شمت نفسها وهي كل يوم تمر على المرضى توزع عليهم شوكولاتة وتواسيهم. على كل حال البركة فيك انت ابو حميد. لا، الواقع ان اسمها نبيلة وهي فعلا نبيلة. انت عارف انا عملت لك تليفون امبارح ليه؟ ليه؟ مش هتصدق اللي حصل لما اقوله لك. خير يا حمدي، حصل ايه؟ حصل يا سيدي انها عقدت مجلس العائلة في اوضتها في المستشفى، واصرت على اني اكون انا كاتب الجلسة. احنا هنهزر ولا ايه يا حمدي؟ وده موضوع يحتمل هزار. طب قول يا سيدي، وبعدين؟ لا بعدين ولا قبلين، المفاجأة انها فضلت اكتر من نص ساعة تترافع وتدافع. فكرك عن مين؟
عن مين يعني؟ عنك يا أستاذ وعن الآنسة بوسينة، وكانت محاضرة عن التقاليد وعن حرية الاختيار، وعن إنها هي اللي كانت السبب في كل هذا الموقف المعقد، لأنها تصرفت بدون تفكير وروية. أنت بتقول إيه يا حمدي؟ بقول اللي حصل، وفي الآخر قالت لهم إنها دلوقتي خفت جسمانيا، إنما لا يمكن نفسيتها ترتاح وتهدى إلا إذا رجعت المياه لمجاريها بينك وبين عمك. أنا مش مصدق اللي أنت بتقوله ده أبدا. وإلا فإنها هتفضل في المستشفى ولا يمكن ترجع البيت أبدا. وبناء عليه طلبتك في التليفون قدامهم، وحددت معاك موعد النهاردة علشان أقول لك إنك تروح حالا تبوس إيدين عمك، وهتلاقي طريقة. طب 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 عن إذنك بقى أستاذ حمدي. طب استنى بس يا راجل، لما أكمل كلامي. شوقت يا حبيبي، مفيش وقت يا راجل، بس هقول كلام. صباح الخير يا نبيلة. صباح الخير يا دكتور حمدي. أنا بقول صباح الخير يا نبيلة مش يا آنسة نبيلة. طيب صباح الخير يا حمدي. أنا بقالي دقيقتين واقف، مش هاين علي زعجك حتى بكلمة صباح الخير، وعشان ما أحرمش نفسي كمان من منظرك البديع وانت واقفة وسط الزهور بفستانك البنفسجي البسيط الرقيق ده وشلة التريكو في إيدك. طب قولي قبلة، مش ده بذمتك هو حوض الزهور بتاعك اللي وعدتني مرة انك تفرجني عليه ونسيت؟ هو تمام يا نبيلة، انما ايه اللي خلاك اهتديتي ليه بالذات من بين كل الاحواض اللي في جنينة المستشفى؟ ها؟ بسيطة جدا. ها؟ بص كده حواليك. مفيش غير الحوض ده بس اللي فيه مجموعة القرنفل بالذوق البديع ده، وطبعا انا كنت عميلة يومية والبركة فيك، مش كده ولا ايه؟ يعني انت عاجبك القرنفل ده بالذات يا نبيلة؟ هو في ابدع ولا اروع من القرنفل يا حمدي؟ يعني ما تفضليش عليه اي نوع من انواع الزهور يا نبيلة؟ ما ظنش ابدا يا حمدي. الرأي ده يعني باختيارك؟ الله. احنا هنرجع تاني لموضوع الاختيار. فكرتني يا شيخ، قولي عملت ايه مع سامي؟ جالك سامي دلوقتي زمانه مغلب معاه الجواهرجية اللي في القاهرة كلهم على الشبكة المناسبة. ربنا يسعدهم يا حمدي. يسعدهم هما بس يا نبيلة. ويسعدك انت كمان يا حمدي. انا سعادتي متوقفة على مبدأ الاختيار اللي دفعت عنه بحرارة اول امبارح يا نبيلة. ما بترديش لي يا نبيلة. احنا مش يجب يكون عندنا الشجاعة الادبية اللي نقرر بها الامور اللي مش ممكن ابدا حد يقررها غيرنا؟ ايوه يا حمدي. انا يا نبيلة ما اقدرش ابدا استغنى عنك، ما اقدرش اعيش من غيرك. انا للمرة الاولى في حياتي بشعر ان الدنيا الواسعة دي كلها بجميع ما فيها من بهجة ومن معاني اتركزت كلها في انسانة واحدة واقفة قدامي، وعنيها بتتنقل في حيرة ما بين حوض الزهور والتركوه اللي في ايدها. ايوه كده يا نبيلة، هات عينيك في عينيا، بصي لي كويس. انت ثقتك فيا ضعيفة يا نبيلة. حمدي انا مفيش في الدنيا قوة تعادل قوة الثقة اللي بشعر بيها نحوك. انت الانسان الوحيد اللي رد لي ثقتي بنفسي بدون ما اشعر. تصرفاتك، كلامك، انت اديتني الراحة النفسية العميقة اللي بتنبع من شعور الانسان بشخصيته وقدرته على التصرف بارادته. كل المعاني دي يا حمدي انت صاحب الفضل الاول في انها تدخل حياتي. نبيلة. حمدي احنا لازم نخرج دلوقتي حالا. حالا؟ على فين يا حمدي؟ على فين؟ عشان نغلب الجواهرجية اللي في العالم كله يا حبيبتي. استمعتم إلى تمثيلية الأخت الكبيرة
اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات سامي طموم، عبد العزيز مكاوي، عصمت محمود، إحسان الألعاوي، إحسان شريف، إبراهيم عمارة، ومحمد شريف. ساعد في الإخراج محمد متولي. الأخت الكبيرة تمثيلية من تأليف محمد مصطفى إبراهيم وإخراج أحمد حجازي.